السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صف ثالث، تعالوا بعد ما درستوا يونت 1 تعالوا ما اقول لكم ايه السكيلز او المهارات او ايه هي الجمل المهمة في اليونت اللي انت تتدرب عليها عشان تتمرن في عمل الباراجرافات اللي هي الجمل والتأسيس. يعني احنا دلوقتي هنمزج التأسيس مع المنهج. طبعا انتوا درستوا في يونت 1 الادجكتيف اللي هي الصفات: happy, sad, hungry, unhappy, angry, tired, excited, thirsty. طبعا انتم حفظتوها تمام. طيب احنا خدنا في يونت 1 الفيرب او الفعل feel. feel يعني يشعر. feel يعني يشعر. طيب كلمة يشعر feel لما الفعل يجي مع هي وشي وات يا ولاد، الفعل لما يجي لوحده، الفعل لما يجي لوحده يا ولاد بيبقى مع الضمائر اي ووي ويو وذي، بيبقى ايه؟ ساده كده من غير اي حاجه. لكن مع هي وشي وات بيجي مع الفيرب، اي فيرب يا ولاد لو جه لوحده مع هي وشي وات بيتحط له ايه؟ الاس. وانا بقول الاس دي يا ولاد في الفيرب لما يكون لوحده شوكولاته. انا مسميه الجمله البسيطه. احنا النهارده او التأسيس بنبدأ بالجملة البسيطة. الجملة البسيطة اللي بتبدأ بإيه؟ بضمير او اسم وفعل لوحده. لو الفعل لوحده سادة من غير اي اضافات مع الضمائر اي ووي ويو وذي زي ما هنشوف ان شاء الله. ولكن الفعل لوحده بيجي بلس اس او بلس، يعني انا مسميها الفعل بالشوكولاتة. الفعل بالشوكولاتة يعني الفعل بلس اس، فعل بالشوكولاتة. مين يا ترى مين اللي بيحب الفعل بالشوكولاتة؟ الضمائر هي وشي وات ومعهم الاسم المفرد يا ولاد. تمام. انا اشعر بالحزن. طيب الجملة دي احنا هنترجمها ازاي؟ I feel sad. طبعا يا ولاد دي جملة بسيطة، بسيطة جدا جدا. انا بأسسكم في الجملة البسيطة مكونة من ايه؟ من الاسم او الضمير وبعدين الفعل لوحده. لو الفعل لوحده بيجي من غير اي اضافات ولا اس ولا اي ان جي ولا اي حاجة مع الضمائر دي. ولكن الفعل بالشوكولاتة او الفعل بالاس بيجي مع الضمائر هي وشي وات. انا مسمية الجملة البسيطة يا ولاد ممكن تبقى الفعل بتاعها سادة وممكن يكون الفعل بتاعها بالشوكولاتة اللي هي الاس. تمام. بس المهم يكون الفعل لوحده. تمام يا ولاد، ما فيهوش لا ام ولا از ولا ار ولا اي حاجة من دي. احنا عملنا الجملة، بدأنا الجملة بحرف كابيتال. تمام. I أنا سيبنا مسافة بين الكلمة والكلمة عشان خطنا يبقى جميل. وبعدين feel هنا يا ولاد جت سادة أو مصدر يا ولاد، عشان هنا الضمير I ما بيحبش الشوكولاتة والصفة عادية. كلمة feel يا ولاد بتحب يجي بعدها الصفة. feel بتيجي يحب يجي بعدها الصفة. I feel sad. أنا أشعر بالسعادة. I feel happy. I feel. انت ممكن تقول شعورك اليومي كل يوم يا ولاد بايه؟ ب I feel happy. طيب انا اشعر بالغضب. I feel angry. تمام. بدل ما تكتب الكلمات صفوف، لا اكتب جمل، اكتب جمل من عقلك، هات الصفوف من عقلك انت واكتبها. انا اشعر بالتعب. I feel tired. I feel tired. طبعا احنا هنا بنجيب الفعل في المصدر او الفعل سادة يا سنة تالتة، علشان هنا احنا بنستخدم الضمير I. وI يا ولاد بيحب feel او بيحب الفعل لوحده سادة. سادة يا ولاد يعني مصدر. طب هو يشعر بالعطش. طيب هنقول هو هي. طيب سنة تالتة هنقول هي فيل ولا فيلز؟ هي فيل ولا فيلز يا سنة تالتة؟ هنقول هي فيلز. فيلز لان هنا هي وشي وات احنا قلنا بتحب الفعل بالشوكولاتة الفعل لوحده. هي فيلز ثيرستي.
ركزوا سنة تالتة، لأن ده بداية التأسيس، بداية العمل جمل، وانتوا يعني لازم تبدأوا تعملوا جمل بقى. تمام؟ طيب هنا هي تشعر بالحزن. She feel ولا feels؟ يا ميسي ده شي بتحب الفعل اللي بالشوكولاتة، يبقى هي feel، she feels sad. تمام؟ نحن نشعر بالسعادة، نحن يعني وي، طبعا انتوا تكونوا حافظين ضمائر الفاعل يا سنة تالتة، ضمائر الفاعل دي المفروض اللي هي I و you و we و they وباقي الضمائر، لأن انتوا كبار. تمام؟ we feel، هتبقى we feel ولا feels يا ميس؟ لا، وي ما بتحبش الشوكولاتة مع الضمائر اللي ما بتحبش ايه يا ولاد؟ الفعل ما يكون في اس. We feel happy. يبقى احنا هنا اتدربنا على ان احنا نقول شعورنا ايه وشعور زمايلنا ايه. I feel happy. He feels sad. She feels tired. يبقى احنا لو قلت لك اكتب لي جمل عن شعورك وشعور زمايلك النهارده هتقول I feel, he feels, she feels، وممكن تقول احنا كلنا we feel. يعني ممكن تكتب اربع خمس جمل بالشعور النهارده يا ولاد. يبقى احنا كده من جمله واحده اتعلمنا نعمل خمس ست جمل يا ولاد. تمام يا سنه ثالثه؟ I feel. I feel. I feel. تمام؟ طيب هنا اللي انا بقوله ده يا ولاد، اللي انا بقوله ده اسمه زمن البريزنت سيمبل. ايه هو البريزنت سيمبل؟ البريزنت سيمبل ده يا ولاد إيه؟ باسلوب بسيط كده هو الفعل لوحده. الفعل ايه؟ اهو الفعل لوحده، ما جبناش معاه ام ولا از ولا ار، ما جبناش معاه لا واز ولا وير، هو الفعل لوحده. يا اما يكون فعل ساده مصدر بدون اي اضافات، يا اما الفعل فيه بالشوكولاته اللي هي الاس يا ولاد، بالشوكولاته. الفعل بالشوكولاته يعني الفعل بلس اس يا حبايبي. انا قلتها لكم في الاول بطريقه بسيطه، بعد كده تعرفوا ان ده الزمن البسيط او المضارع البسيط. المضارع البسيط اللي هو ايه؟ يا اما فعل ساده يا اما فعل بالشوكولاته، يا اما فعل ساده يا اما فعل بالشوكولاته. الفعل الساده مع الضمائر وي ويو وذي وايه يا ولاد؟ واي. اي ويو ووي وذي ومعهم الاسم الجمع يا ولاد. طيب الفعل مين اللي بيحب الشوكولاته؟ خلي بالكوا يا ولاد ان هي وشي وات والمفرد لما بيلاقوا حد معاه اي فعل فيه شوكولاته اللي هي الاس يا ولاد، الشوكولاته ده اللي هي الاس في نهايه الفعل، بيعمل ايه؟ بيجري وراه على طول. طب تعالى ناخد افعال كده ونتدرب عليها. eat ياكل، like يحب، want drink، play read، wash sweep، clean need. دي يا اولاد كلمات من يونت 1 بتاعتكم. طيب انا بحب السمك. I like fish. جملة اسمها جملة بسيطة مكونة من الضمير والفعل لوحده والمفعول بها او بقيه الجمله. نحن ناكل الرز، يبقى نحن وي ناكل ايت. وي ما بتحبش الشوكولاته، يبقى وي ايت رايس. وي ايت رايس. جمله بسيطه، جمله بسيطه يا سنه ثالثه. انت تريد سلطه، انت يو وانت، يو وانت سالاد. اخدين بالكم يا سنه ثالثه ان وي ويو ما بيحبش الشوكولاته. هو يشرب الشاي، هي درينك ولا درينكس؟ درينكس يا مس، لان هنا هي بتحب الفعل بالشوكولاته، هي درينكس تي. يا ولاد هي وشي وات والمفرد بيحبوا الفعل بالشوكولاته، بيحبوا الفعل بالشوكولاته، الشوكولاته اللي هي الاس في نهايه الفعل. نحن نشرب لبن، we drink، we drink milk. تمام يا ولاد؟ هنا الجملة بسيطة جدا، الفعل لوحده. الفعل ايه؟ الفعل لوحده يا سنة
ثالثة. طيب الفعل لوحده ممكن يكون فعل لسادة وممكن يكون فعل بالشوكولاتة. تعالوا نكمل الايه الترجمة بتاعتنا. انا اشرب قهوة، انا I اشرب drink coffee. انت تأكل الارز، you eat rice. جملة بسيطة. هي تحب البيتزا، she likes. خدوا بالكم يا حبايبي، اول ما تشوفوا هي وشي وات حطوا في الفعل شوكولاتة في الاخر. he likes pizza، he likes pizza. انت تريد سمك، you want fish. الجمل متهيألي كده الجملة البسيطة سهلة. هي تأكل جبنة، she eats الفعل بالشوكولاتة، eats cheese. هو يحب البيتزا، he likes pizza. اوكي. هم يأكلون التفاح، they هم يعني they. طبعا احنا عندناش الفعل بالجمع، ولا اقول هي، احنا عندنا الفعل فعل يا اولاد، يا اما فعل مصدر يا اما فعل بلس اس، يا اما فعل ساده يا اما فعل بلس بالشوكولاته. يبقى they eat هتبقى eat apples، هم ياكلون التفاح. اوكي. هو يريد ملح، he wants. ولاد انا عاوزه الاس كده تعرفوها، عاوزه تعرفوا الفعل بالشوكولاته مع مين، salt. he wants salt. هي تريد سكر، she wants sugar. اوكي. انا اشرب قهوه، I drink coffee. متهيألي كده تمشوا على النمط ده في كل الأمثلة، هتسلموا بإذن الله. كل ده يا ولاد. طيب احنا قلنا أنا أحب، أنا أريد، هو يحب، هو يريد. طب عاوزين ننفي بقى، نقول أنا لا أحب، لا أحب يا ولاد. يعني إيه لا؟ لا يا ولاد يعني don't أو doesn't، don't أو doesn't، لا don't أو doesn't. طب don't بتنفي إيه؟ don't بتنفي اللي بياخدوا الفعل سادة. يبقى don't بتيجي مع الضمائر اللي بتاخد الفعل سادة، و doesn't ده does فيها اس في الاخر اهي، وحطينا جنبها نوت does فيها اس، خلي بالكم. يبقى يجري وراها بتوع الشوكولاتة، هي وشي وات. يبقى كلمة لا معناها don't او doesn't، don't او doesn't، don't او doesn't. don't بتيجي مع الضمائر اللي بتحب الفعل سادة، و doesn't بتيجي مع الضمائر اللي بتحب الفعل بالشوكولاتة. طب ما هي كلمة does اصلا فيها شوكولاتة في الاخر، بس حطينا لها كلمة not. انا لا احب السمك، انا لا احب السمك، هنقول I don't like، I don't like fish. نحن لا نأكل الأرز، we don't like rice. انت لا تريد، you don't. شايفين يا ولاد الضمائر اللي بيجي معاها مصدر بتاخد don't. you don't like salad. هو لا يشرب الشاي، he ايه بقى don't؟ لا he doesn't، he doesn't like tea، he doesn't like tea. وعاوزه اقول معلومه حلوه جميله كده، احنا عندنا doesn't، في ناس سالتني وقالت لي طب ليه ما جبناش like فيها اس بالرغم ان احنا عندنا ضمير هنا يا ولاد، ضمير بيحب الاس. هقول لكم هنا does لما تيجي في الجمله يا ولاد ما بتخليش الضمائر تاكل شوكولاتة، بمعنى ان doesn't بتقول للفعل لا مش هحط فيك شوكولاتة، انت هتيجي معايا سادة. يبقى doesn't يا ولاد حتى لو جت مع هي او شي او ات
ما بتحبش الفعل بالشوكولاتة يجي معاه فعل مصدر، فعل سادة، يبقى doesn't الست الشريرة دي بتمنع ان هي تاكل شوكولاتة وتجيبها سادة يا ولاد. تمام؟ اوكي يا حبايبي، يبقى النافية ب doesn't مع هي وشي وات والمفرد، النافية ب doesn't مع هي وشي وات والمفرد. طب doesn't يجي معاها الفعل؟ لا، doesn't يا ولاد ما بتحبش الفعل في شوكولاتة، ما بتحبش الفعل في اس، doesn't ما بتحبش الفعل في اس يا ولاد خالص خالص خالص. هعمل لكم جملتين ثلاثة كده يا ولاد، وهسيب لكم الايه الورق ده تحلوه وتبعتهولي يا حبايبي. تمام؟ ان شاء الله باذن الله. انا لا احب، انا لا اشرب، لا لا لا، I don't، I don't drink coffee. هي لا تحب البيتزا، she doesn't، خدوا بالكم doesn't، لا doesn't، doesn't بيتزا، بيتزا. تمام؟ طيب هو لا يأكل الجبنة، أنا بنقي جمل يا ولاد كده عشان نشوف الفرق. تمام؟ he doesn't eat، he doesn't eat cheese، هو لا يأكل الجبنة. تمام؟ طيب هنا هي جت معاها doesn't، ليه ما جبناش الفعل في اس؟ لا، احنا بنجيب الفعل في مصدر مع doesn't، doesn't ما بتحبش الفعل في اس. تمام يا ولاد؟ إيه نفس على نفس النمط ده هنعمل كل الجمل دي. لو تقينا هي او شي او ات بنحط لهم doesn't، لا doesn't، لا يا ولاد. تمام؟ اتمنى يعني احط لكم الصفحات دي وتحلوها وتبعتوها لي يا سنه ثالثه، وكده اتعلمنا الجمله البسيطه. النهارده اتعلمنا الجمله البسيطه يا حبايب قلبي. تمام؟ في رعايه الله، واتمنى تكونوا استفدتوا.